بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أولا نسأل الله مع نزول هذه الأمطار أن يجعلها أمطار خير ورحمة، اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل مهموم، وأن يفرج عن كل مكروب، وأن يرزق كل من أراد من ربه أمرا دعاه فيه، وأن يعطيه حتى يدهشه. اللهم وفق الرجال والنساء والكبار والصغار، واجعلنا يا رب العالمين ممن دخل تحت رحمتك، إنك أنت أرحم الراحمين. حديثنا كما تحدث الشيخ المقدم وفقه الله عن محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم أنا في القصيم، وقلت للمشايخ في لقائي بهم هذا اليوم، زائر القصيم متطفل على أهل القصيم لوجود الفضل والعلم فيهم، لكن حسبنا أننا نكمل بعضنا، وأننا نقف مع بعضنا لننشر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما سمعنا اسم النبي فصلوا عليه وسلموا تسليما، لأن صلاتنا عليه رحمة. والله جل وعلا أخبرنا في القرآن: هو الذي يصلي عليكم